يعني بداية لابد من توجيه المحبة والتقدير والشكر إلى جمعية التحسين الذاتي والاجتماعي على هالمجهود اللي عم تعمل. أنا الحقيقة بحب لكم إنه أنتم اليوم انتمائكم إلى هالأرض هو مش انتماء للجغرافيا بس، هو انتماء للقيم والأصالة والتقليد والتقاليد اللي نحن بنهتم فيها واللي بنفتخر إنه نمسكها بهالبلد ونضل نحافظ عليها. طبعاً استثماركم الأهم هو استثمار بالإنسان، وهذا الاستثمار هو الأهم. صحيح طويل المدى طويل الأمد مردوده، بس هو الاستثمار الأهم. يعني اليوم إحنا بهالبلد بحاجة إلى إعادة إنسان ملتصق بهالأرض، ملتصق بهالوطن، بحب هالوطن، مندمج مع كل الناس. الاختلاف مهم بس ما بيقود إلى معارك وإلى خلافات. كل واحد عنده رأي سياسي، هذا حق. كل واحد عنده طائفة، كل واحد يؤمن بالله بطريقة معينة، هيدا كله سوا بس بالنهاية بتجمعنا سما واحدة يلي هي سما لبنان. أنا اليوم بدي أقويكم، بدي شد على إيدكم، بدي أقول لكم اليوم إنه كتير مهم استثماركم بالإنسان يكفي وما تيأسوا. هذا استثمار طويل الأمد بس هو بالنهاية هو الأهم. ونحن بموقعنا التربوي والنيابي كل التشريعات يلي بنقدر نعملها مشان هالاستثمار نحن رح نساعد، ويكون الإنسان بالنهاية هو غاية كل الديانات. كل الكتب المقدسة بتحكي عن الإنسان بالنهاية، هذا الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله بغض النظر عن انتمائه الفكري والطائفي والمذهبي والسياسي. نحترم الكل بس بدنا نجمع سوا صفة واحدة هي صفة الإنسانية يلي بتجمعنا كلنا سوا. كيف نصل إلى السعادة أو ما هي الطريق إلى السعادة؟ الحقيقة بهالكتيب الصغير اللي بين إيدي فيكي تشوفي كل القيم يلي بتقودنا إلى السعادة. كيف الإنسان يبلش بحاله، كيف يبلش بمحيطه، ببيئته، بأهله، كيف يحترم الآخر، كيف يحب الآخر، كيف بيحافظ على جسده، أم جسده هو هيكل الروح، يبتعد عن كل ما هو يسيء من المخدرات والدخان وكل الأمور التي تؤذي، وينطلق إلى الآخر بمحبة وصدق، بيقول البدوية بهالصراحة وبيسمع نقد الآخر. أنا أعتقد أنه إذا بدي أقول هالوصايا الموجودة بهالكتاب، نحن نقدر نوصل إلى بلد بتسود العدالة والديمقراطية والمحبة والاحترام. وفي ذلك بدي أقول لكم